شعبتي سمسيلة تاع 99 وتاع 2004 وتاع 2009 هو دائما شعبتي سمسيلة. الذي أنصفك بالأمس سينصفك غدا إن شاء الله، وقلت لنا يوما ارفع راسك يا با، نقول لك اليوم ارفع يدك فقط لتترشح والباقي علينا. نقول لك نحن معك دائما ودوما، لا لأنك عبد العزيز بوتفليقة في شخصك، وإنما تقييما لمسارك، تقييما لما أحببته لنا. أحببت لنا جزائرا قوية وآمنة نحن نعيش فيها، أحببت لنا العزة والكرامة.